أنتم تقولون هذا الاتفاق الذي حصل عندما كنتم في أربيل مع السيد البرزاني أنه الدورة الأولى للكرد وأنتم الثاني، مقابل هذا التنازل شخذتم من مناصب المكون الاتفاق في أربيل، المكون الكردي أول والمكون التركماني ثاني والمكون العربي ثالث. زين، الآن هذا الاتفاق، الآن الأكراد أولا، التركمان ثانيا، العرب ثالثا، والعرب ثالثا، ما زال سار المفعول؟ لا، وهذه بوثيقة تفاوض سياسية موقعة من زين جميع الأطراف. ليش الأخوة التركمان زعلانين؟ ليش ما قارن ورقة التفاوض؟ ها؟ يا إما ما قارن ورقة التفاوض، يا إما أكو ضغوطات عليهم يعني خارجية مو بإرادتهم جاي يتحركون. خوش أستاذ رعد، خلينا نحكيها طق بطق. أنتوا راح تصيرون الدورة الثالثة، أنتوا مقابل هذا قبلتم بهذا، مقابل هذا شخذتوا امتيازات بالمناصب الإدارية، صار لكم حتى ترضون بصراحة؟ عن حقوق التركمان محفوظة ما لنا دخل بها وفق المادة 13، لكن هناك اتفاق مع المكون الكردي بالتنازل من كثير من حقوقهم في إدارة الدوائر والأقسام في كركوك، شخذتون مثل قيادة الشرطة والاستثمار والتربية والزراعة والشباب والرياضة. بس دقيقة استاذ رعد، المكون العربي شخذتم الزراعة، التربية، الرياضة، بعد المياه، الشباب والرياضة، الأقضية، الدبس وداقوق والحويجة ونواحيها، الشرطة، طبعا المركز، قيادة الشرطة للمكون العربي أيضا، الشرطة. في اتفاق أربيل كانوا يطالبون بمنصب قيادة الشرطة لهم. زين. عدد دوائر تقسم حسب النسب. الاستثمار هم ملكهم؟ الاستثمار إن هذه بالنسبة لنا إحنا نعتبرها أقصى ما يمكن الحصول عليه للمكون العربي. زين. وهذا اتفاق يلبي طموحنا وطلباتنا. زين، هسه أنتوا ذني ظلن عندكم كمميزات من تسرون أنتوا القيادة، ذني تطون لغيركم لو هم يظلن لكم؟ لا، المشمول بالتدوير منصب المحافظ ونائبيه ورئيس المجلس ونائبه. ذني راح يظلن وياكم أبد الآبدين خلال الدورة، ذني مالاتكم. وهذا الشيء احنا كممثلين للمكون العربي نشوف ان هذا استحقاقنا، وهذا هو الاتفاق اللي يلبي طموح شارعنا، بما انه احنا كنا امام خيارين. اي خوش، عاش لديكم، ارجع لك امر من الثاني، لكن الاستحقاقات اللي حصلنا عليها مقابل هذا الاتفاق هي اعتقد مجزية للمكون العربي. خوش، مجزية.